السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وانتم تشاهدوا هذه الطريقة ديال كريمة الليمون. كيف ما وعدتكم قلت لكم غندير لكم فيديو خاص بها. غنحتاجوا 20 غرام ديال النشا، 70 غرام ديال الزبدة، 3 البيضات وقشور ديال البرتقال، وعندي 150 غرام من عصير البرتقال و100 غرام ديال السكر. كناخذوا كاسرونة كنوضعوا 3 البيضات كنضيفوا عليها السكر وقشور ديال البرتقال اي الليمون، كنخلطوا هاد المكونات مزيان. من بعد كنضيف عليها عصير ديال الليمون وكنوضعهم فوق النار كنخليه حتى كتعقد ليا هاد الكريمه هادي. من بعد ما تتوجد ليا كنضيف عليها الزبده وهي سخونه. بالنسبه للشوكولات، يعني شوكولات بلون غيش كاضافه، بغيتو ديروه ديرو، ما بغيتوش لكم الاختيار. بغيتو تحتفظوا غير بهاد المكونات، يعني كريمه الليمون هادو هما المكونات ديالها. كيف ما قلت لكم بغيتو ديروا اضافه ديال الشوكولات راه كتعطي حتى هي مذاق ولذة. وكتحتاجوا هاد الكريمه هادي في لي كيك، في البسبوسه، في فون تارت. وغنخليكم مع تتمه الفيديو، وما بقى لي الا نقول لكم الف سلامه. ما تنسونيش من لايك وبارطاج، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله. مع الف سلامه.